أهلا بكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع. امبارح أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس بأن صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة لحقوق أغاني أم كلثوم، وأن أي تعقيدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة، وإلا هتتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية. بالتأكيد، ومن جانبه كمان أصدر المنتج محسن جابر بيان قال فيه إن أغاني أم كلثوم ملكه بالقانون، وإن الحكم اللي أشارت ليه شركة صوت القاهرة لم يذكر اسمه مطلقا، وإن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم، بل على العكس من ذلك. قالت المحكمة إن شركة ستارز للإنتاج الفني هي المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات. ولتفاصيل أكتر بالتأكيد عن هذا الخلاف معنا دلوقتي المنتج محسن جابر. أهلا وسهلا بيك على تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا، اهلا بيكم واهلا بجمهور اليوم السابع. اهلا منورنا يا فندم. بحضرتك. عايزين نبدأ من يعني أزمة تراث أم كلثوم، والحقيقة تائه بين شركة حضرتك وبين شركة صوت القاهرة، فقول لنا يعني إيه حكاية الموضوع ده، ومين بالظبط ليه الحق في أغاني أم كلثوم؟ شوف، انا عايز ادي للجمهور الحقيقه يعني بريف كده عن قصه اغاني ام كلثوم. اتفضل. ودي في دقائق يعني مش هنطول فيها. ام كلثوم المعروف عنها ان هي كانت المنتجه لاغانيها. يعني ام كلثوم هي اللي كانت بتشتري الكلمات من احمد رامي، هي بتتعاقد مع السنباطي، فالاغنيه ملكا لها. لما محمد فوزي عمل شركه اسطوانات وكانت اسمها مصر كون، ده كلام سنه 59، فأم كلثوم بدل ما كانت تبعت الشرايط بتاعتها بره عشان تطبع الاسطوانات، ابتدت تديها لمحمد فوزي عشان يطبعها لها على الاسطوانات جوه مصر. شركة محمد فوزي اتأممت بعد الثورة. بعد الثورة في سنة 60 اتأممت شركة محمد فوزي وأصبحت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمضيئات. فقالت العقود اللي كانت عاملاها أم كلثوم كتوزيع للاغاني بتاعتها قالت بالتبعيه الى المصنع، مصنع مش صوت القاهره، لمصنع صوت القاهره علشان يطبع لها الاسطوانات. لما توقفت ام كلثوم وظهر طلع الورثه، ظهرت وسائل تانية غير الاسطوانات، شرايط كاسيت، اسطوانات ليزر. اضطرت صوت القاهره انها تعمل عقود جديده مع ورثه ام كلثوم. دي العقود دي كانت سنه 90 و93. العقود دي بتقول لانه الورثه مالكين للمصنفات بتاعت ام كلثوم باعتبار ام كلثوم هي المنتجه. الورثه بيدوا صوت القاهره الماستر عشان يطبعوه لها على شرايط فيديو على اسطوانات كومباكت ديسك. مده العقد ده 5 سنين، وبعد انتهاء العقد الاعمال دي ترجع الى الورثه. جت سنه 2003، وانا بنتقل لمراحل بسرعه عشان نوصل للمشكله. كانت سنة 2003 الورثة ما عجبهمش الإيرادات اللي بتجيبها صوت القاهرة، فبعتوا لها إنذار وقالوا لها إحنا مش عايزين نجدد معاكي العقود، وابتدوا يعلنوا إنهم هيبيعوا أغاني أم كلثوم إلى إحدى الشركات الخليجية. تمام. فأنا تدخلت وعرضت على الورثة إن أنا أشتريها، وبالفعل اشتريتها. بعد ما اشتريتها حصلت طبعا إن هم كانوا باعتين إنذار لصوت القاهرة بوقف الأعمال، بوقف العقد، مش عايزين يجددوا العقود. بعتوا لهم الانذار ده في الميعاد القانوني لتجديد العقود. يعني حضرتك اشتريتها في 2003 مظبوط؟ في 2003. طيب احنا نقدر نعرف يعني من حضرتك نص المحكمه اللي بيثبت ان شركه ستارز للانتاج الفني هي المالكه لحقوق استغلال اغاني ام كلثوم؟ انا جاي لك معلش عشان نوصل للنقطه دي. سنه 2003 طبعا كان الورثه موقفين شركه صوت القاهره. انا لما اشتريت رئيس مجلس الإدارة كان صديقي، عارف إن أنا اشتريت الكتالوج، قال لي تعالى نقعد ونعمل اتفاقية جديدة، محضر صلح. محضر صلح، بموجب محضر الصلح ده الكلام ده في سنة 2010 بقى، يعني فضل 7 سنين في مشاكل. في سنة 2010 عملنا محضر صلح. محضر الصلح بنقول إيه؟ العقود اللي الورثة قالوا مش هنجددها، لا هنجددها، انا هجددها بدلا من الورثه لان انا اللي بقيت مكان الورثه. وجددتها. هذا العقد يقال عليه عقد سنه 2010 عشان الناس تبقى عارفه الدارج ايه. عقد 2010 فضل مستمر، مفروض في عقد 2010 ده الى ان انا احصل على 30% من الايرادات.
من 2010 الحقيقة حسب العقد، من 2010 حتى النهاردة أنا ما خدتش أي إيرادات من شركة صوت القاهرة. فاضطريت أرفع قضية، وشركة صوت القاهرة كانت كمان العقود اللي هي موقعة معاها اللي كانت مع الورثة كانت دي عبارة عن اسطوانات وعن كسب. فلما عملنا محضر الصلح شفتهم انهم لما جم يشتغلوا في الديجيتال فقلت لهم العقود بتاعتك ما تسمحش، وهذا هو الحكم. ان لما قلت لهم العقود ما تسمحش فانا اللي رفعت القضيه. قلت يا محكمه لانهم تجاوزوا معان العقد الصلح اللي انا اديته لهم، يا محكمه احكمي لي بالتعويض. فالمحكمه قالت يا محسن انت شركه ستار وانت عملت معاهم محضر صلح، بموجب محضر الصلح انت كاتب فيها ان انت هتديهم كافة وسائل الاستغلال، فانت ليه بتقول انا عايز تعويض عن الديجيتال؟ وبالتالي المحكمة رفضت الطلب بتاعي، بس اكدت المحكمة في الحكم ده على ان شركة ستار هي المالكة وان انا اديت حق استغلال الى شركة صوت القاهرة. هذا هو صلب أنا عايز أقول، هل نص المحكمة لما بتقول إن حضرتك يعني أدت الملكية، تتنقلت الملكية لشركة صوت القاهرة، هل ده معناه إن لا 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 ما المحكمة بتقولش نقلت الملكية، أنت بعت حقوق لا 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 ما فيهاش حاجة زي كده خالص. القضية لأن أنا رافع الدعوة بقول فيها أنا يا محكمة أنا عايز تعويض علشان صوت القاهرة تجاوزت عن حقوق الاستغلال اللي أنا مديها لها، مش بايعها لها، مديها لها حق استغلال لمدة. فالمحكمة حكمت قالت ان لا، حق الاستغلال بتاع الديجيتال ده داخل في ضمن ما انت اديته له، وبالتالي فانت مش هتستحق تعويض، انت هتاخد ال 30% بتوعك. بس حضرتك يا فندم بتقول ان هو لحد مدة معينة. بالظبط. يعني المدة دي كانت يتم. انا جايلك لانها بيكون في العقد. اتفضل. بيقول طبقا للعقود المبرمة مع شركة صوت القاهرة والورثة، يعني عقود الورثة اللي هي سنة 90 و93 بتتجدد كل 5 سنين، وأنا بعت في توقيت التجديد قلت أنا مش هجدد، فمفروض العقود دي انتهت. دي من نمرة آخر آخر يعني، خلينا عشان بس نقفز على هذه التفاصيل ونروح للنص القانوني الأخير، آخر حاجة أنا هجيلك في آخر حاجتين قانونيتين عشان في حاجة لسه مستجدة جديدة. اتفضل. الحكم اللي بنت عليه اللي بنى عليه المجلس الأعلى للإعلام بيانه اللي هو صوت القاهرة بعتت له مذكرة بتقول له إن إحنا حصلنا على حكم تاريخي، هذا الحكم التاريخي أنا أقول بالنص أهو لم يرد فيه مطلقا ملكية صوت القاهرة على الإطلاق، لا في منطوق الحكم ولا في حيثياته. القانونيين يفهموني، واللي مش قانونيين انا ممكن اعمل مسابقه ان اي حد يطلع من الحكم ان شركه صوت القاهره تملك، لو طلعت كلمه شركه صوت القاهره تملك من هذا الحكم انا ممكن ادفع للناس عايزه فيه، انما كون ان تقلب الحقائق للاعلام فده مخالف للعرف ومخالف للقانون. طيب هو صوت القاهرة مذكورة ازاي في الحكم؟ يعني اذا الحكم في حيثياته، الحكم في حيثياته بيقول لان شركة ستار اعطى حقوق استغلال لشركة صوت القاهرة، ده حيثياته. اما في المنطوق فالمنطوق رفض القضية، هي المنطوق بس كده رفض القضية، وفي الاستئناف تأييد رفض القضية. ليه رفض القضية؟ في الأسباب، لأن شركة ستار ادت حق الاستغلال فانت بتطالبهم بتعويض ليه؟ بالظبط. احنا يعني انتقلنا خلاص من النقطة دي ونعرف لا تعالى النقطة الجديدة اللي هي الحديثة بقى، النقطة الجديدة الحديثة اللي أنا لسه مطلع عليها الأستاذ كرم جبر الحقيقة، لأن صوت القاهرة لم قالت له يعني بعتت له معلومات ولا تقربوا الصلاة، ما قالت لهم شو أنتم بسكارة، قالت له ان احنا حصلنا على حكم تاريخي، ولم تذكر له ان انا حصلت على حكم بفسخ هذا العقد بتاريخ 30/8/2020، يعني من شهر. الحكم ده بيقول ايه بقى؟ الحكم الجديد بيقول ايه؟ بيقول فسخ العقد المؤرخ 17/10 اللي هو العقد اللي احنا عملناه الصبح اللي هم بيبنوا عليه البيان، فسخ العقد
وتعويض 1,500,000 تعويض تدفعها صوت القاهرة لشركة ستار عن الأضرار للفترة السابقة. هذا الحكم جديد من شهر واحد. من شهر. هل تم وده آخر هذا وده آخر وده آخر حكم أو مستند في هذه القضية على هل الدكتور. تم تنفيذه وأخذت التعويضات؟ لا، هم الحكم ده لسه جديد، لسه هيستند. وطبعا انا عايز اقول لك حاجه في التعويضات، لان انا خدت حكم قبل كده سنه 2017 خدت حكم على شركه صوت القاهره، الحكم ده رقمه 686. المحكمه حكمت لي لان انا ما صرفتش من صوت القاهره الايرادات بتاعتي، فالمحكمه حكمت لي 2 مليون وحوالي 600,000 وحوالي 40,000 دولار. وعايز اقول لحضرتك حاجه، واحنا في هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، شركه ستار حجزه على شركه صوت القاهره بهذا المبلغ، والمزاد العلني يوم 18 هذا الشهر. طيب احنا عشان نتاكد من 18 9 18 10، عشان نتاكد من معلومه الملكيه. اذا الوضع دلوقتي حالا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي حضرتك اديت الحق لشركه صوت القاهره في اذاعه واستغلال المواد او الاغاني الخاصه. صحيح. وده تم انتهائه يوم 30/8/2020. بالظبط كده. يعني هم دلوقتي ما يقدروش ان هم يبثوا اي اغاني لام كلثوم، مظبوط؟ ده الواقع. فبالتالي دلوقتي انت المالك. لكن كده انا استغربت البيان ده. انت المالك الحقيقي الوحيد. زيادي الفاضل، انا في احدى الحلقات على الشاشه التلفزيون دخل احد الورثه الكبار للسيده ام كلثوم الدكتور محمد الحفناوي وقال، قال بالحرف الواحد كده، احنا ما لقيناش افضل من السيد محسن جابر ان احنا نأمنه على تراث ام كلثوم. وانا دفعت لهم كل اللي هم عايزينه. يعني احنا كنا هنفرح لو كانت شركات الخليج اشترتها. انا كنت داخل في منافسه مع شركات الخليج، كانوا بيشتروا الافلام السينما وكانوا بيشتروا الاغاني. انا ما ليش في افلام السينما، فانا حبيت احافظ على التراث، مش جزاتي، لان انا بحافظ على التراث. احنا عرفنا الشكل القانوني الحالي ل الملكية الخاصة بأم كلثوم حسب. صحيح. رواية حضرتك. طيب ما هو ردك على إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن حصوله على حكم تاريخي بيؤكد أحقية شركة صوت القاهرة؟ لو هو فعلا ما فيش حكم تاريخي هيعمل كده ليه؟ وهيقول لكل القنوات والإذاعات التابعة ما فيش أي حد يذيع إلا شركات صوت القاهرة. لو لاحظت في البيان بتاعي بقول لأن المذكرة اللي رفعتها صوت القاهرة ذكرة ليست أمينة، لم تعرض على السيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كافة التفاصيل، وإلا ما كان اتخذ هذا القرار. فبالتالي إيه الخطوة اللي تقوم بيها؟ لا أنا قمت بيها بالفعل، عشان أكون صادق معاك. أنا حوالي الساعة 7 النهاردة يوم 3 اتصلت بالأستاذ كرم جاب ورد عليا ناقشنا في التليفون، وفي معاد هو حددته في خلال 48 ساعة هنقعد نستعرض كل المستندات وكل اللي أنا قلته، ويمكن في حاجات هي ما كانش يمكن محطوط في الصورة. طب ممكن يعني خليني أسأل حضرتك دلوقتي، هل القناة المملوكة لحضرتك هتذيع أغاني أم كلثوم بعد هذا الحكم، خاصة أن المجلس الأعلى للتنظيم أكد أنه هيتخذ إجراءات قانونية ضد أي حد يذيع أغاني أم كلثوم؟ سيادتي الفاضلة، اتفضل يا فندم. المجلس كان مفروض ياخد إجراء ضد محسن جابر، مش ياخد ضد من يقوم بالبث. أنا جنبهم، وسبق انهم بلغوا عني في الاموال العامه وقالوا دي اموال عامه، ورحت وريت المستندات والقضايا اتقفل. ومش عايز اقول لك يعني زي ما انا وضحت كده، انا العكس هو الصحيح. انا عندي حاصل على احكام مؤكده محجوز على شركه صوت القاهره لصالحي. اذا هتذيع الاغاني بالتاكيد.
طيب يعني احنا كده طبعا الامر وضح. يعني غطينا الجزء القانوني الخاص صحيح بملكية أغاني أم ام كلثوم، كلثوم. وإحنا طبعا انا وجودك بس معانا عايز اضيف حاجه بس صغيره، اتفضل يا فندم. علشان تاريخي والسي في بتاعي. انا عمري ما اعتديت على اي منتج صغير، فما بالك على شركه مملوكه للدوله. انا يعني مشواري الذي تعدى اكثر من 40 50 سنه في هذا المضمار، صحيح. انا اعرف الصح من الخطأ، ولا يجوز ليا ولا اسمح لنفسي ان انا اتعدى على غير ملكي. صحيح. احنا يعني حضرتك معانا فرصة مهمة جدا عشان نتكلم عن سوق الانتاج الغنائي، وده مهم جدا. فشايف ازاي سوق الانتاج الغنائي دلوقتي، وتحديدا بعد ما سيطرت أغاني اغاني المهرجانات المهرجانات على علينا؟ الساحة. احنا كنا مبسوطين يا جماعة. احنا وضحنا خلاص الجزئية اللي احنا جايين نتكلم عنها، بس عايزين بقى نعرف حضرتك شايف دلوقتي ازاي السوق وازاي أغاني المهرجانات مسيطرة. بص يا حضرتك، طبعا يعني رغم ان انا مش من تيار اغاني المهرجانات، اللي انا يعني معظم اغانيها او معظم انتاجاتي كانت ورده، فايزه احمد، ميادة الحناوي، عزيزه جلال، عمرو دياب، طبعا هشام عباس، سميرة وهكذا. سعيد طبعا. وسميرة، لا ولا يمنع من الشعب، يعني كان عندي فاطمه عيد، وكان عندي عندي حاجات كثيره كمان في الشعبيات. انما الحقيقه انما عمري ما لقيت كلمه خارجه ولا كلمه مبتذله. انا ما باخدش على اغاني المهرجانات الا الكلمه المبتذله. يعني الكلمه المبتذله هي اساس العمود الفقري بتاع الاغنيه دي، هابطه او عاليه. لانه ما تقدريش تقولي ان اللحن هابط او لحن، تقولي اللحن يعني مسلطن، او اللحن جيد، او اللحن هيعدي مرور الكرام. انما ما فيهوش لحن مسيء او لحن الكلام هو اللي بيعود اليه. فدي مهمه الرقابه الحقيقه، مش مهمه النقابه. بس حضرتك نقابه يعني المسيئين. من رايك الشخصي مش شايف ان اتخلق جيل جديد؟ انا اصل حضرت المشكله دي سنه السبعينيات، لما طلع احمد عدويه، وطلع كتكوت الامير، وطلع شفيق جلال، وطلع، كانت نفس المعركه. بس كانت المعركه الحقيقه كان فيها يعني كان فيها بالانس، ما كانش فيها ايقاف. حرب احمد عدويه كتير، بس في الاخر عبد الوهاب لحن له، مليك حمدي لحن له. النهارده لما تشوفي راغب علامه بتلاقيه بيغني اغاني احمد عدويه، طبعا مع احترامي الفنان الكبير راغب علامه حبيبي يعني. فاذا احمد عدويه في الاخر اثبت وجوده. احنا لو كنا ما لو كنا وقفنا احمد عدويه من الاول، ما كانش هيكون في احمد عدويه على الساحه. ليه؟ طب النهارده لما نيجي نوقف في الحته دي، يعني برضو البعض بيقول ان في فنانين كبار اختفوا لعدم مواكبه التطور الموسيقي، يعني زي ما حضرتك بتقول دلوقتي الفنان احمد عدويه كان زمان الناس بتهاجمه، دلوقتي احنا طبعا. عندنا جيل جديد وممكن يكون في ناس بتهاجمه وممكن لا. فحضرتك يعني شايف ان هم فعلا النجوم الكبار دول زي هشام عباس، خالد عجاج، الناس دي اختفت بسبب ان هم ما غيروش لونهم مع التغيير؟ لا 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 لا، هو بص يا حضرتك، الدنيا كلها في الموسيقى اختفت بسبب الـ عدم وجود ضوابط على الانترنت. لان مش ممكن انا اعمل اغنيه ناجحه وفي الاخر اخسر فلوسي. انا زمان كنت اعمل ممكن اغنيه نص نص واكسب، فما بالك لو عامل اغنيه ناجحه وما بكسبش؟ ما بكسبش ليه؟ لان الناس كلها بتسمع الاغاني على الانترنت فور فري. فالناس دي عشان كده قعدت في بيتها، مش علشان قعدت ما عرفتش تغير من جلدها. لا، الجيل الجديد في المهرجانات ده جيل متزامن، هيفضل موجود وهيفضل مستمر. وحرام ان الاندر جراوند في كل العالم دي موسيقى معروفه، فصيل من الموسيقى معروف عالميا، بيطلع منه الراب وبيطلع منه حاجات كتيره. ده لازم نقومه، مش ان احنا نخلص عليه. يعني الحقيقه انا كنت بتناقش مع الفنان الكبير هاني شاكر صديقي، وقلت له حاول ان انت توضع ضوابط لتقويم الناس دي. انما فيهم اصوات حلوه جدا، يعني عمر كمان صوته من احلى الاصوات. صحيح. حسن شاكوش مع تحفظ على اسمه،
حسن شاكوش من اجمل الاصوات. بس يا فندم هرجع واقول لحضرتك، يعني حضرتك دلوقتي قلت ان الفنانين الكبار اللي يعني ما بقتش الناس بتتابعهم زي الاول عشان الديجيتال، بس احنا دلوقتي عندنا حسن شاكوش وعمر كمال ما بينزلوش اغانيهم غير على الديجيتال وبيكسبوا من وراها من على اليوتيوب. فحضرتك شايف ان الذوق العام اختلف؟ وفي كمان فنانين كبار، في كمان فنانين كبار بينزلوا على الديجيتال وبينجحوا جدا زي سميره سعيد مثلا، عمرو دياب. شوف شوف دايما الاغنيه الشعبيه تكاليفها من الناحيه الماديه تكاليف بسيطه. الاغاني الكلاسيكيه للفنانين الكبار اغاني مكلفه، يعني لما تيجي تعمل فيديو كليب مثلا لهاني شاكر ولا لعمرو دياب انت بتتكلم في مليون وانت طالع. ليه؟ البرودكشن بتاعه لازم يكون ساخي، فلازم هنا تحصل على موارد او سورس او مصادر لانك انت ترجع هذا الدخل. اما اللي هو بيصرف على الاغنيه زي شاكوش وعمر كمال ومش عارفين بيصرف عليها كلها كده مثلا 10,000 جنيه 5,000 جنيه بالتاكيد لما هينزل هترجع له فلوسه هتضر عليه دخل اكبر، هيكسب فيها كتير جدا بالتأكيد. احنا عايزين نختم مع حضرتك في نقطة مهمة جدا، بما انك طبعا يعني منتج للمواد الغنائية يعني بشكل كبير جدا، فامتى المواد الغنائية الاغاني واي حاجة موسيقية تبقى ملك للدولة بشكل عام ومش ملك لاي شركة انتاج؟ في يعني نقطة بتقول انه بعد مرور 50 سنة على العمل بتبقى ملك للدولة. لا، هي بتبقى 50 سنة من وفاة آخر واحد مشترك في العمل الموسيقي. يعني في عندك مؤلف ملحن مطرب، ادي من آخر واحد في الثلاثة دول ادي 50 سنة من وفاة من أي حد في فريق العمل ولا بالزبط. أشخاص معينين ملحن؟ لا لا، الثلاثة دول، الثلاثة قانون نص على الثلاثة دول، مؤلف ملحن واستجد فيهم من سنة تعديل القانون سنة 2002 أضاف إليهم المطرب، فبقوا الثلاثة دول 50 سنة من وفاة آخر واحد في الثلاثة دول. المنتج محسن جابر، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في تلفزيون اليوم السابع. أنا أشكركم جدا وأتمنى أن أنا ما كنتش أثقلت على الجمهور الجميل بتاع اليوم السابع. بنشكرك جدا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لكل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، عرفنا كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية من المنتج محسن جابر. شكرا جزيلا لكم على متابعتكم، كنت معكم هشام عبد التواب وشروق وجدي، واستنونا في متابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.